تعتبر ده مونولوج تحول في مشوارك؟ أنا أعتبر إن أنا فقت، بس فقت متأخر شوية، فالتحول لمشواري اللي جاي إذا كان في العمر. فاكر اللحظة اللي فقت فيها تحديداً واللي فرقت معاك؟ القشة. القشة اللي ها قسمت الحكاية وخلتني فقت. اليوم اللي اكتشفت إن أنا محتاج أخد بيت لولادي، واكتشفت إن أنا معيش فلوس بعد 40 سنة شغل. 40 سنة. قلت إيه ده؟ وأنا كنت بعمل إيه؟ كسبت كتير جدا، بس اكتشفت إن أنا كسبت تناتيش مجاملات. فكرة إنك تحس إن أنت بعد العمر ده أنت مش موجودة بالحالة. ما هو أنا لما جيت مسطح مش موجودة بالوضع اللي أستحقه. بالظبط. وأنا لما جيت مسطح من القطر ما كانش عندي الحلم أساسا، بقول لك مش عايز حاجة. أيوة أنا ده. عايز أتفرج عليهم وبس وأروح. فأنت الموضوع هو تطور. صحيح. والحلم كبر وأنا ماشي وراه، إنما العقل ضاع. والعقل لما ضاع وما تحكمش في تحقيق هذا الحلم مشكلة.